لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعده، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟ التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة. والذي كفى الأولين يكفي التاريخ، الذي كفى الأولين هذه الأمة يكفي الآخرين. النصيحة والتوجيه من دون حال هذا التمثيل، تنصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه، وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح. يكفي البيان والإيضاح من دون حاجة إلى التمثيل. يحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي. يحط نفسه عمر وليس بعمر، يحط نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كذلك، يحط نفسه ابن عبد السلام وليس كذلك، يحط نفسه الشافعي ولا مالك وليس كذلك، أو يحط نفسه أبو جهل أو كهب الرميعة أو أبو لهب، يحط نفسه بالكفرة، كل هذا منكر. نعم.